تحول حي أحمد جبلي بقسنطينة إلى منطقة منكوبة بعدما غمرت مياه الأمطار والسيول المحلات والسكنات وخلفت حالة فزع لدى ساكنيه، ويخشى أن يشهد هذا الحي وضعية أسوأ بسبب استمرار التقلبات الجوية، خاصة في ظل غياب أي مشاريع للتهيئة. احنا رانا عايشين في جحيم جحيم عايشين فيه، كل ما تصب النوق ديما هاك العام وطول راه 28 سنه هناك ولا والي لا يحزنون. غياب مشاريع التهيئه وتهاون السلطات في ايجاد حل يضمن العيش الكريم لقاطني حي احمد جبلي ببلديه قسنطينه ادى الى تكرار سيناريو الغرق وسط الاوحال، كلما تساقطت الامطار التي غمرت بيوتهم ومحلاتهم وسط هلع وخوف سكن قلوبهم وقلوب أطفالهم، دون أن تسارع الجهات المعنية لرفع الغبن قبل حلول الكارثة. من الوحدة الليل وحنا في الشارع اللي راك تشوف فيه ما نو نو دخل الدار، الاولاد صغار خايفين، العائلات اللي هنا بوك البيت برا نايضه، يا خويا يشوفوا يجيو يسولوا الوضعيه. حنا اللي هنا ذاك الاولاد ما راحوش يقراو، واحد ما راح يقرا ذاك، واحد ما راح يقرا، بكل غاشي مداير لهنا، الغاشي خشلوا الوحايد بزاف، لا الاولاد الصغار دوضا ناس. هاك شوف هاك شوف لا روت هذه ناسيونال يفوتوا عليها، واحد ما يقضي الحي هذا منسي خلاص، فيضان الخطه الاولى، الثانيه هذه هاك شوف جمال الدنيا راحت ديال تاع الناس، الحوان صلاحو واش راح نديروا؟ ما تقولش الليل، ما تقولش ما تقولش الليل. منطقة تبعد عن وسط المدينة بحوالي 3 كيلومترات، إلا أن السلطات الولائية سجلت غياب دورها والتزمت بإطلاق وعود، غياب الصرامة فيها حال دون تجسيدها. السلطات ما جا حتى واحد، وما زارنا حتى واحد، وما هضر معنا حتى واحد، ما قالوا لنا على حتى حل، ما السلطات ما كانش خلاص. هاك تشوف الشحنة ديما نعقبوها هكا، ديما نعقبوها هكا في الميزيرية. الفيضان هذا راهي جايتنا، هلكتنا الطريق، هلكتنا الديار، ما عندنا ما راح نديرو، لازم لا نشكيو للشيخ السيد الوالي، من السيد الوالي هذا ماهوش نص عارف بينا خلاص، لازمنا نحبو يحضر يكون معنا لهنا ويجي يشوف بعينه. بالفعل لاحظنا انه حي في وضعيه كارثيه من حيث اشغال التهيئه، والدليل على ذلك انه سيلان كبير اثناء عمليه هطول هذه الامطار الغزيره. نتمنى ان شاء الله تعود بالخير على الولايه وعلى الوطن بصفه عامه. تعهدنا امام اللجنه بعقد لقاء بمقر الدائره ان شاء الله يوم الاحد، ستعقد جلسه تنسيقيه يحضرها رئيس البلديه وكل المصالح التقنيه لتحديد اولويات هذا الحي واطلاق عمليه دراسه تهيئته، خاصه في مجال تصريف مياه الامطار. هو وضع احدثته امطار الخريف، فما بالك بامطار الشتاء اذا لم تسارع السلطات الولائيه بقسنطينه لاتخاذ اجراءات استثنائيه احترازيه لتفادي كارثه قد تحدث في الشتاء القريب. نبيل بوحلاسه الى قناه زين نيوز من قسنطينه.